للأفراس التي لم تربح. مشاهدينا ضيوفنا الأعزاء، فتحت البوابات على بركة الله في ثامن أشواط هذه الأمسية للأفراس التي لم تربح، عمر 4 إلى 5 سنوات على درع شركة المراعي، وقيمة الجائزة 70,000 ريال. من تبدأ الانطلاقة السريعة ربما عداية من المسار الداخلي. كذلك أشاهد بورصة مع أيضا عموة ودرة المملكة وكذلك مرتسمة وتحقق في المرتبة الرابعة، مع أيضا نشاهد في هذه الأثناء مشاهدين الأعزاء عموة في المرتبة الأولى، وأشاهد لعيون شذن هي من تتزعم الطلعة إلى المركز الأول، وعدايا تأتي في المرتبة الثالثة مع أيضا هدافة، وكذلك أشاهد عموة الأفراس التي تحاول أن تسجل أولى الانتصارات في سجلها السباقي. لعيون شذن يطير بها عبد الله العظيم في المرتبة الأولى، مع أيضا متعشمة ومن هلا، وكذلك عدايا تأتي مع تارة في المرتبة الرابعة. أشاهد بندوة تبدأ الاستحثاث والتقدم، يدفعها أولا علي المتعب مع أيضا لعيون شذن، تبدأ الطيران. لعيون شذن ما شاء الله تبارك الله، لعيون شذن تبدأ لتسجل أولى الانتصارات في سجلها السباقي. لعيون شذن تنطلق، تمشي تمشي لعيون شذن ما شاء الله تبارك الله، والدخول شاهده من بندوة تأتي مع أيضا لعيون بسمة، لعيون بسمة، ولكن لعيون شذا الأعين لهذه الأفراس الجميلة والأعين لهذه الأفراس المشاهدة.